للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. شكرا لانضمامك إلينا أحمد. لنبدأ من الأسواق الأمريكية، طبعا هي اليوم في عطلة في يوم العمال، ولكن مع عودتها غدا ما الذي نتوقع أن يكون العامل المؤثر بشكل أكبر؟ هل انتهينا من الضجيج الذي رافق نتائج انفيديا وتحولنا أكثر إلى الاهتمام بالبيانات وخصوصا بيانات التوظيف المرتقبة يوم الجمعة؟ الخير عباد، شكرا للاستضافة. نعم، قد يكون التنقل من بيانات انفيديا، موسم الأرباح من انفيديا والفور جايدنس والتوجيهات المستقبلية الذي قد أعطى بعض الأسواق أو أعطى بعض الشيء للأسواق بعض المخاوف، نتجه حاليا إلى قراءة البيانات الاقتصادية. بكل تأكيد أسواق العمل هي جل الاهتمام بالنسبة للمتداولين، بالنسبة لمتابعين وتوقعات للسياسة النقدية. بكل تأكيد سوق العمل كما أشار جيروم باول في الفترة الماضية بأنه هو بؤرة الاهتمام الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة، حتى أشار لها بأنه قد يكون هو المهم والأهم من حتى قراءات التضخم. بكل تأكيد الأسبوع الماضي كان قراءات التضخم بعض الشيء تعتبر جيدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، تعتبر قراءة مميزة. كما أن التكفير للقول يعني في جيد فيما يتعلق بالتضخم، هل تكفي هذه البيانات للقول أنه نوعا ما المهمة أنجزت وصار التركيز أكثر على بيانات سوق العمل؟ أعتقد بأن المهمة لم يتم إنجازها عبادة. عندما ننظر إلى قراءة التضخم لا يزال لم يصل إلى مستهدف الفيدرالي الأمريكي، لا مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي ولا حتى مؤشر أسعار المستهلكين. من ناحية أخرى هناك بعض المخاوف أن الضغوط التضخمية قد تكون مستمرة، تضخم الخدمات لا يزال ضاغط أساسي على إمكانية أن يكون التضخم قد يكون راسخ بعض الشيء اقتصاديا، والمخاوف من أن يكون هنا ضغوط تضخمية أكثر. لكن الخوف الأكبر هو أسواق العمل، هو ما أشار له جيروم باول في الفترة الماضية وما انتبهت إليه الأسواق بارتفاعات أرقام البطالة في العام الحالي. لكن عندما ننظر إلى المعطيات الحالية عبادة، الجدير بالذكر هنا بأن تخفيض أسعار الفائدة انتصارا على التضخم ليس تأثيره كهزيمة من النمو الاقتصادي، فبالتالي الأسواق عندما شعرت بالخوف من النمو الاقتصادي شعرت بالخوف من أسواق العمل بأن قد يكون مستمر في الفترة القادمة التدهور أسواق العمل، أعطت بعض الانطباع بأن تخفيض أسعار الفائدة والدخول العدواني من الفدرال الأمريكي لتخفيض مستمر بشكل أكبر مما كانت تعتقد الأسواق في الفترة الماضية قد يكون أكبر، وقد يكون ضاغط سلبي على الدولار الأمريكي وقد يكون ضاغط سلبي على الأسهم. بينما لو جاءت أرقام التضخم بشكل متكرر قريبا من مستهدفات الفدرالي الأمريكي ستعطي ارتياح بالنسبة للأسواق. بكل تأكيد أسواق الأسهم هي مرآة للنمو الاقتصادي والاقتصاد هو مرآة لأسواق الأسهم، فبالتالي تخفيض أسعار الفائدة مع نمو اقتصادي جيد سيكون جيد لأسواق الأسهم، وبالتالي هذا يمكن يرجح أنه ربع نقطة وليس نصف نقطة لئلا يثير الهلع في الأسواق أو يعطي إشارة سلبية إلى حل الاقتصاد. بكل تأكيد عبادة، عندما يتجه الفدرال الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة أساس معنى أو 50 نقطة أساس، معنى ذلك بأن الفدرال الأمريكي إما متأخر بتخفيض أسعار الفائدة وإما يحتاج أو يخاف من أرقام نمو اقتصادي في الفترة القادمة، فبالتالي سيزيد الخوف سيزيد الهلع. فأعتقد 25 نقطة أساس قد تكون هي إشارة جيدة من الفدرال الأمريكي بأن السيطرة واضحة. دعنا ننتهز الوقت للحديث بعض شيء عن الصورة في أوروبا، ربما هي أكثر ضبابية. في سبتمبر ربما صار الأمر نوعا ما محسوم أنه في خفض الفائدة بربع نقطة المئوية، لكن سؤال ما بعد سبتمبر، هل تعتقد أنه في خلاف داخل المركز الأوروبي أو في وجهات نظر متباينة حول المسار، حول وتيرة خفض الفائدة، وما إذا كان من المناسب خلق دايفرجنس ما بين السياستين النقدية في أوروبا وأمريكا، وخصوصا أنه عم نشوف يعني البي ام اي التصنيع أظهر لنا أنه في صورة متفاوتة بالتعافي الاقتصادي أو في تعافي التصنيع تحديدا ما بين شمال القارة وجنوبها؟ يمكن بعد تتفق معي 19 عضو من بنك أوروبا بكل تأكيد يحملون نبرات مختلفة. ننظر إلى الفترة الماضية كان هناك بعض منهم صقوري وتوجهات صقورية في الفترة الماضية، قد يكون التوجهات في الفترة القادمة لتخفيض أسعار الفائدة لعدة أسباب. السبب الأساسي قائد الاتحاد الأوروبي هو ألمانيا، وألمانيا تواجه ضعف في النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة. كما ذكرت النمو الاقتصادي أو حتى النشاط التصنيعي بالنسبة ألمانيا وفرنسا لا يزال يسجل بعض الانكماش،
حتى قراءة الانكماش بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتصنيع 25 شهر متتالي في مرحلة الانكماش، فبالتالي الطلب المحلي الطلب العالمي في أوروبا يعتبر ضعيف جدا. فبالتالي أعتقد بأن يحتاج بنك أوروبا تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة متتالية. الدايفرجنس بين بنك أوروبا وبين الفدرال الأمريكي، أعتقد بأن بما أن الفدرال الأمريكي هو مع فائدة مرتفعة 5.5% بينما أوروبا 4.25%، قد يكون هناك تواصل بين البنكين مع تخفيض أسعار الفائدة مرتين لبنك أوروبا ومرتين للفدرال الأمريكي، ثم في عام 2025 قد يكون هناك زيادة في الوتيرة بالنسبة للفدرال الأمريكي لو جاءت الأرقام الاقتصادية. الفيصل الحكم هنا عبادة، لا نستطيع أن نذكر توجهات بالنسبة للبنوك بشكل متتالي والسلسلة بالنسبة للتيسير الكمي إلا مع مناظرة الأرقام الاقتصادية. الأرقام الاقتصادية هي سوف تكون الحاكم الأكبر بالتحركات. فأعتقد بنك أوروبا سيتجه إلى تخفيضين في أسعار الفائدة في العام الحالي. لابد أن نعرج أيضا على الـ PMI في المملكة المتحدة، كيف قرأت أو كيف قرأت هذا التباين مع الاقتصادات الكبرى في داخل الاتحاد الأوروبي؟ يمكن مع بريطانيا يعتبر جيد جدا، حتى التضخم لا زال يعتبر جيد جدا بالنسبة للقراءات الأخيرة. النمو الاقتصادي أيضا في بريطانيا يعتبر مسطح في الفترة الأخيرة، لكن على الأقل قراءات إيجابية في الفترة الماضية. فبالتالي الـ PMI اليوم قراءة فوق الانكماش فوق 50 نقطة، يعتبر أيضا جيد، فأعطي فرصة للتمهل بالنسبة لبنك بريطانيا لتخفيض أسعار الفائدة. لكن كتخفيض أسعار فائدة في الشهر الحالي قد يكون وارد بالنسبة لبريطانيا، خاصة مع انخفاضات متتالية أو مع تباطؤ وتيرة التضخم في الفترة الماضية. فبالتالي التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم أعتقد يتيح الفرصة لبنك بريطانيا لأتوجه لتخفيض أسعار الفائدة. أخيرا في عجالة، نترقب أيضا اجتماع بنك كندا في 4 سبتمبر. يعني سبق هو الفيدرالي في تخفيضات الفائدة وأصبح هناك نوع من الديفيرجنس. كيف تتوقع أن تكون وتيرة خفض الفائدة من الآن وحتى نهاية العام؟ هل توافق التوقعات المحللين بأنه بثلاث عمليات خفض، يعني بربع نقطة في كل اجتماع؟ أتفق تماما عبادة، أتفق بثلاث تخفيضات لبنك كندا لأسعار الفائدة. التضخم عند 2.5%، النمو الاقتصادي كان قراءاته سلبية، القراءة الأخيرة 0.5%، فبالتالي هناك مخاوف من النمو الاقتصادي بالنسبة لكندا في الفترة القادمة. أعتقد الضغط الأساسي ومحاولة دفع المخاطر بالنسبة للتوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم يتيح الفرصة بالنسبة لبنك كندا لتخفيض أسعار الفائدة. أحتاج لقراءات أكثر لكي نعرج على شهر ديسمبر، قد يكون هناك تخفيض أسعار فائدة بشكل أكبر، قد يتجه بنك كندا إلى 50 نقطة أساس من عبادة لو اتجه النمو الاقتصادي لتسجيل قراءات سلبية بالنسبة لشهر ديسمبر، لأنه عندما ننظر للقراءات الأخيرة قراءات متأرجحة للنمو الاقتصادي الكندي، فأعتقد يحتاج بنك كندا المزيد أو الدخول بتيسير السياسة النقدية في الفترة القادمة بشكل أكبر. وطبعا التضخم موضوع سياسي ساخن جدا في كندا، يعني قبل الانتخابات العامة، في التالي قد يكون هذا مؤثر نوعا ما. أشكرك جزيل الشكر أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، ضيفنا من عمان. شكرا لك.